جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يا شيخ، يقول: التعريف اللقطة، وما أبرز الأحكام فيها يا فضيلة الشيخ، وما مثالها؟ اللقطة هي المال الضائع الذي له قيمة، أما الشيء التافه واليسير مثل التمرة، مثل الحبل اليسير، مثل هذه لا، يأخذها من وجدها وينتفع بها. أما الشيء الذي تتبعه همة أوساط الناس فإن هذا هو اللقطة، فيجب عليه إذا أخذها أن يعرفها سنة، ينادي عليها في مجامع الناس عند في الأسواق وعند أبواب المساجد حتى يأتي صاحبها فيذكر صفاتها المميزة ثم يدفعها له. نعم. أبو أحمد.